شو الفرق بين البي سي اي اي والاي اي اي وشو استخدم هاد ولا هاد؟ خلونا نتعلم. السلام عليكم ورحمه الله، كيفكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ شو عاملين؟ ان شاء الله بخير. محمد مناف ذا 50 كوتش. انا عامل فيديو من قبل على موضوع البي سي اي اي والاي اي ايز والى اخره، ولكن هذا الفيديو جديد، معلومات جديده وشغلات اول مره بسمعها بصراحه، بدنا نتعلم اليوم وان شاء الله نستفيد منها كلياتنا. تمام، فيديو اليوم يا جماعه هو جواب على احد الاصدقاء اللي كان عم يسال على موضوع شو هو الفرق بين البي سي اي اي والاي اي ايز. تمام، ولكن بتوقع طالما عم نحكي عن الفرق خلونا كمان نحكي على شو نستخدم، شو الافضل للاستخدام، هاد ولا هاد. اول شيء يا جماعه لازم نعرف شغلين، البي سي اي ايز والاي اي اي كلياتها هي عباره عن احماض امينيه. الاحماض الامينيه هي يلي بتركب البروتين. البروتين بيتكون من 22 حمض اميني. البي سي اي اي هي عباره عن 3 احماض امينيه. شو هي البي سي اي اي؟ شو يعني بي سي اي اي؟ يعني برانش تشين امينو اسيد. شو يعني برانش تشين امينو اسيد؟ كلمه برانش تشين امينو اسيد يعني الاحماض الاساس الامينيه المتسلسله او المتشعبه. تمام، ليش اسمهم هيك؟ لانه اساسا هدول الاحماض الامينيه الرسمه تبع الدي ان اي، الدي ان اي تبع الحمض الاميني، هدول 3 احماض الامينيه بيجوا ورا بعض اللي هن الليوسين، الايزوليوسين والفالين. تمام، 3 احماض امينيه، ليوسين، ايزوليوسين والفالين. هالثلاث احماض امينيه هدول يلي معروفين بي سي اي اي، يعني كان شائع جدا جدا من سنين استخدامهم اثناء التمرين او قبل التمرين وبعد التمرين وبين الوجبات الى اخره. تمام، ليش كان شائع جدا هالامر؟ بسبب انه واحد من هالثلاث احماض امينيه اللي هو ليوسين له دور كبير كبير في بناء العضلات، فلذلك نحن طالما هدفنا انه نبني عضلات بناخذ، في ناس بتاخذ ليوسين لحاله، في ناس بتاخذ بي سي اي، معظمهم بياخذوا بي سي اي لانه اولا ارخص، ثانيا بيتضمن الليوسين اللي هو مفيد جدا. اوكي، هاي شغله، هاي بالنسبه للبي سي اي. هلا الاي اي ايز هن الاسينشال امينو اسيدز. شو يعني الاسينشال امينو اسيدز؟ يعني الاحماض الامينيه الاساسيه. اوكي، يعني الجسم هاي الاسينشال امينو اسيدز الجسم محتاجه، الجسم ما بيعملها لحاله، محتاجه عشان الجسم محتاجه، لازم يا اما تاكل اكلات تحتوي هالاي اي ايز، تحتوي هالاسينشال امينو اسيدز، يا اما تاخذ مكملات غذائيه تساعدك تحتوي هالامينو اسيدز هذول. تمام، طيب هلا حكينا عن الفرق بين البي سي اي والاي اي ايز. إذا البي سي اي اي هو عبارة عن 3 أحماض أمينية أساسية، الإي اي ايز هي عبارة عن 8 أحماض أمينية أساسية الجسم ما بينتجها إلا ما تاخده من مصدر خارجي كطعام أو كمكمل غذائي. تمام، أنا جبت لكم هون بي سي اي وإي اي ايز عشان تشوفوا الفرق. هذا بي سي اي، تمام، شوف أتوقع مبين هون 3 أحماض أمينية بس. أوكي، الصورة ما كتير واضحة بس 1 2 3، واللي عم تشوفون يا جماعة على فكرة اللي عم تشوفون هن عبارة عن نفس البي سي اي بس اسمه بلغة تانية، بس هذا هو 3 احماض امينية 1 2 3. رح احاول اصوركم اياها بشكل اوضح، ما عم يصير والله. المهم 3 احماض امينية هدول هن 1 الفالين، الايزوليوسين والليوسين. هاي 3 احماض امينية يلي بيحتوي البي سي اي. اوكي، هذا بي سي اي 2-1-1، يعني الليوسين هو ضعف كمية الايزوليوسين والفالين. وقت تشوف بي سي اي مكتوب عليه 2-1-1 او 4-1-1، يعني كم مرة ضعف الليوسين، كم مرة ضعف عن الايزوليوسين والفالين. هاي بالنسبة للبي سي اي. بالنسبة للاي اي ايز، هذا اي اي ايز، اوكي، يعني اسينشال امينو اسيدز. ليك رح تلاقي انه هذا فيه احماض امينية اكتر، من ضمنه الليوسين والايزوليوسين والفالين. رح احاول ورجيكم الصورة هون، المشكلة الكاميرا ما عم تزوم مزبوط. طيب ما في مشكلة، بحط لكم صور يشرح لكم الفرق، بحط لكم صور بين البي سي اي، فرق البي سي اي والاي اي ايز بيشرح لكم الفرق. الاي اي ايز دائما هو بيحتوي البي سي اي، بيحتوي 3 احماض الامينية الاساسية بالاضافة لاحماض امينية زيادة. تمام، اذا عرفنا شو هو البي سي اي وعرفنا شو هو الاي اي ايز، طيب شو لازم نستخدم، هاد ولا هاد؟ يا جماعة كان شائع جدا استخدام البي سي اي اي مثل ما حكيت لكم، بسبب انه الليوسين واحد من اكثر الاحماض الامينية فاعلية وبيساعد على بناء العضلات، وهالكلام لحد الان مزبوط، الليوسين فعلا بيساعد. ولكن في عام 2006 طلعت دراسة انه، وفعلا هذا الكلام منطقي كمان، الريشيو
الريشيو شو يعني؟ يعني نسبة الأحماض الأمينية بالنسبة لبعضها. يعني نحن مو عندنا 22 حمض أميني، إذا عندك واحد من هالأحماض الأمينية كان مرتفع جدا والباقي منخفض جدا، هذا الأمر ممكن مو دائما ولكن ممكن يسبب نتائج عكسية. كيف يعني؟ يعني أنت عم ترفع حمض أميني واحد بس في جسمك اللي هو مهم كتير، والأحماض الأمينية الباقية كلياتها عم تكون أقل بكتير. أنت حتى لو عم تأكل بروتين وتأخذ واي بروتين، ولكن إذا نازل طول نهار شرب BCAA طول نهار، هالثلاث أحماض أمينية هاي اللي عندك رح تكون أعلى، الريشو تبعها رح يكون أعلى بكتير من أحماض الأمينية التانية. أوكي، بهالدراسة هي يا جماعة الأحماض أثبتوا إنه الأحماض الأمينية بتشتغل مع بعضها collectively. يعني الأحماض الأمينية وقت اللي بتعطيك نتيجة لازم تكون الأحماض الأمينية الباقية موجودة. سبحان الله، نحن جسمنا يعني دائما سبحان الله بنكتشف فيه أشياء جديدة ومعلومات جديدة. فلذلك BCAA وقت أنت بتأخذ هالأحماض الأمينية الثلاثة هاي بتعلي الريشيو زيادة. أوكي، هالأحماض الأمينية عشان تشتغل ومن ضمن الليوسين اللي بيعطيك الفائدة القصوى في بناء الأجسام، عشان هالثلاث أحماض أمينية هاي تشتغل لازم الأحماض الأمينية الباقية تكون عالية. تمام، فالEAAs هو بيعطيك الأحماض الأمينية الأساسية كاملة، بيعطيك الثمان أحماض أمينية الأساسية. الجسم بيقدر يعمل الأحماض الأمينية الثانية عن طريق الأسنشال أمينو أسيدز. يعني وقت اللي تاخد EAAs أنت ما أخذت 22 حمض أميني نفس ما تاخد بروتين أو كريا أو مثلاً واي بروتين أو لحم أو دجاج إلى آخره، ولكن أنت أخذت الثمان أحماض الأمينية الأساسية يلي بيقدر الجسم يعمل منها الأحماض الأمينية الباقية. تمام، فلذلك نصيحتي يا جماعة ما بدي أطول فيديو كتير، من هلأ ورايح لو رايح على محل السابليمنت تشتري BCAA أو EAAs، أنا برأيي تشتري EAAs بيكون أفضل. أوكي، BCAA يمكن ما أنه مضر لو بتاخده مرة واحدة أثناء التمرين رح يساعدك يعمل لك ريكافوري، ما رح يرفع الريشيو كتير لأنه أنت أساساً ماخل بروتين طول النهار، فلذلك أنت ما حطيت حالك بخطر أنه جسمك يرفع الريشيو كتير تبع هالثلاث أحماض أمينية ويأثر على أداء جسمك بشكل تاني. أنت عم تاخده أثناء اليوم بس، مرة واحدة أثناء اليوم اللي هي أثناء التمرين. ولكن الناس اللي تنزل شرب BCAA طول النهار صبح ومساء وبين الوجبات وبالليل وقبل التمرين وبعد التمرين وكذا إلى آخره، هاي الناس في احتمال على هو الكلام اللي قريته والله أعلم، في احتمال أنه يأثر على قدرة جسمهم على بناء العضلات. أوكي، يعني عمليا أنت عم تاخد شيء بيمنعك من بناء العضلات، بالعكس بدل ما يكون عم تاخذ شيء يساعدك على بناء العضلات. تمام يا جماعه، فمن هلا ورايح لو بدك تشتري واحد من هالاثنين، اذا كنت حتستخدمه مره واحده اثناء التمرين، انا بتم بفضل BCAA، بتم بفضل EAAs بحسه افضل واشمل، ولكن لو اشتريت BCAA ما في مشكله خليه عندك. ولكن من هلا ورايح بنصح الجميع يا جماعه خليكن على الاسنشال امينو اسيدز، EAAs بيكون اولا اشمل، ثانيا قدره جسمك على البناء بتكون مضمونه ان شاء الله. تمام يا جماعه، مشكورين على المتابعة، بتمنى الفيديو يكون جاوب على السؤال وبالتوفيق. مبارحة واحد من التعليقات اجا عم يقول خلي القطة معك بالفيديو، ليك وانا عم بحكي هو جنبي. فياتك من النوم دبدوب. يو بتبود. شوفوا شو كسلان، بيتم نايم طول اليوم.